تنظم كلية الهندسة جامعة المنصورة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لعلم الراديو بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المؤتمر القومي 38، والذي يتضمن عدة دراسات بيئية تستعرض استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات العلم المختلفة خصوصا الطب. تقرير. إطلاق فعاليات المؤتمر القومي 38 لعلم الراديو، والذي تنظمه كلية الهندسة جامعة المنصورة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لعلم الراديو بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهي إحدى اللجان المنبثقة عن أكاديمية البحث العلمية والتي تضم 15 عالما بارزا في هذا المجال من مختلف الجامعات المصرية. المؤتمر بيركز على المحاور التي يجب أن يقوم بها تخصص هندسة الإلكترونيات والاتصالات في الوصول للجامعات الذكية، وفي مساعدة الدولة المصرية في عملية التحول الرقمي، وفي الإدارة الجديدة للجامعات الأهلية والجامعات التكنولوجية الأهلية والخاصة. محاور المؤتمر هي محاور متعددة كلها تخدم التنمية، شبكات الاتصالات اللاسلكية، الهوائيات، التحول الرقمي، الهندسة الطبية، وكلها محاور من شأنها من رفع من شأن البحث العلمي ودفع التصنيف العالمي لجامعة المنصورة ومساعدة الطلاب في الاحتكاك بالمجتمع الخارجي من الباحثين من الدول المختلفة. المؤتمر يناقش الدراسات البينية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات العلم المختلفة وخاصة الطب. احنا بنساعد عن طريق المؤتمر ده في إثراء البحث العلمي في مصر في الدولة، يعني عشان كده الأبحاث اللي بتتقدم لنا بنقبلها من كل أو نقبلها الأول قبل التحكيم، يعني من كل جامعات مصر والمراكز البحثية في مصر. المؤتمر القومي لعلم الراديو يعقد بشكل دوري وسنوي بالتعاون بين الجامعات المصرية المختلفة، هذا وقد تقدم للمؤتمر هذا العام 35 بحثا لتناول الجديد في هندسة الاتصالات والإلكترونيات، مثل تطبيقات النانو في الأجهزة البصرية وشبكات الاتصالات والاتصالات الآمنة والأجهزة الطبية والتصوير ومعالجة الإشارات للاتصالات.